محمد سالم، مدير مركز التكوين والتدريب المهني بالمرسى، في اطار توا نعملوا في اطار شراكه بين احنا والمركز نتاعنا ولها اشكا الكورب بلوتو كي ديبوندو لها اشكا، ان شاء الله في اطار تفعيل شراكه نحبوا نستقطبوا مع بعضنا معناها شبان دي ديبلومي شومور سون امبلوا en vue de les former dans les spécialités TSA et TSD موجوده في السنتر اللي هو nous opérons dans le secteur de la sécurité. On a en vue de les employer, de les placer dans le milieu professionnel. Marquez, à la base, il a été créé en 1967 où il est spécialisé dans la menuiserie et la bénisterie. Jusqu'à 2012, il a acquis deux nouvelles spécialités. اللي هما تكنيسيان سيكوريتي اكوي و تكنيسيان سيرفيونس ا ديستانس يقراو تلامذة عامين بور افوار لو نيفو دو بي تي بي ينشطوا الزوز في السلامة والاستقبال وكل ما هو سيكوريتي في وضعية الأمن في البلاد باش يكون معناها باش يكون حاجة كبيرة للبلاد والمؤسسات في القطاع هذا من الناس أكفاء في القطاع هذا دونك سي بور سا كو دو سبيساليتي اونت تي لانسي وان شاء الله قاعدين واخذين معناها ماخذين صدى وقبال كبير برشا من التلامذه ومن المؤسسات من الزوز قبال موجود اذا كان تعرف كيفاش تحكم في الفلو دي ستاجير وفي الفلو زاد دي 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 دي, دي ديبلومي اللي عندك دونك التلامذه موجودين لبرا يسون معناها بارتو تخرج برا تلقى تلامذه في حال بطاله ويشكيو من البطاله سي دو سيت دان اوت كوتي عندك مؤسسات طالبين معناها دي جون كاليفي اي كي نو تروف نول بار دونك ما عليك الا مؤسسات التكوين المهني تستقطب التلامذه تعرف تستقطبهم وتعرف توجه والكناليز سي جون معناها بور لومبلوا مالوريزمون بور لو بيي التلامذه عندنا 100,000 يظهر لي بيرسون كي كيت لا سكولاريتي اج معناها بريكوس ولكن ما يلتحقوش بالتكوين المهني ودايور هذا الجاب اللي على الدوله باش تلقى له حل هو انه ال 100,000 اللي يخرجوا كل عام يصاروا رجوتي معناها اونتر كيمي دون لا رو يلزم الجهاز تاكل المهني يكون قادر باش يستوعبهم باش يوجههم لسوق الشغل اللي هي طالبه خدامه. يوسف نيرة مدير مركز توجيه وإعادة تأهيل الكوخب اللي هو تابع الغرفة التجارية الألمانية التونسية ومول من التعاون الدولي الألماني جي زد. دونك احنا اليوم جيتونا اون افون افون بريمير مش حتى افون بريمير على خاطر بدينا توا الاجتماعات الأولانيين باش نشوفوا كيفاش نجموا نخدموا مع بعضنا مع مركز التكوين المهني بالمرسى والوبجيكتيف نتاعنا احنا ككوخب هو سورتو هي إعادة التأهيل اللي تظهر لنا تنجم تكون حل اليوم حل من حلول بيان سور في تونس على خاطر اليوم عندنا برشا دي كاليفيكاسيون اللي ما عندهم حتى حظ باش يلقاو خدمه ومن شير اخرى عندنا برشا مهن اللي مطلوبه برشا ومن المهن اللي مطلوبه برشا اليوم احنا فرحانين برشا اللي جينا هوني باش نزوروا باش نشوفوا المركز اللي في المرسى على خاطر هما فهموا ايزون كومبري ان لازمنا اليوم نغزروا شنو المهن المطلوبه وشنو المطالب الشركات باش من بعد اون ادابت لا فورماسيون كون في على خاطر كان باش نقعدوا نعملوا دي فورماسيون ما غير ما نلقاو على فان دي بروميس دومبوش ولا دي زوفر دومبلوا ما نعرفش وين لوتيليتي فهمتني وقتها اون كري دي شومور واحنا لو بوت نتاعنا سو ني با دو كري دو شومور سي دو تروفي ان امبلوا بور شاك بيرسون كي فيني لا فورماسيون ولهذا اليوم قاعدين نخدموا على لي دو ميتي هذوما كي ان رابور افيك لا سيكوريتي كيما تعرفوا اليوم لا سيكوريتي في تونس هي حاجه ولات بريوريتي ولا فما اون غراند دوموند او نيفو دو عده مؤسسات او نيفو دو في اللي ما يخص السيكوريتي دونك احنا اليوم قاعدين نخدموا مع بعضنا باش نشوفوا كيفاش نجموا نعملوا عمليه اعاده تاهيل مشتركه مع بعضنا على خاطر احنا كمركز توجيه اعاده تاهيل الكوخب ديما نحبوا نخدموا مع الدوله خاطر الدوله هي احنا والدوله نتاعنا اي دونك اون فو اسيي دو فيغ ماكسيموم باش نكونوا ديما فما شراكه بين احنا وبين الدوله وسيرتو نوريو اللي بار اكزومبل هالنوسيون هذه نتاع اعاده التاهيل الجديده اللي توا هذايا جبناها جديده في سوق الشغل في تونس تنجح
وتمشي اي سا بو مارشي. وكان الدوله نتاعنا اليوم تعاود تاخذ الفكره هذه وتعمل لها سكون ابل الاب سكيلينغ، معناتها نكبروها ونوليو اون لابليك سور ان بلان ناسيونال اي سور لي شين ناسيونال، تنجم تكون حاجه تنجح بالكدا بالكدا.